السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. يا ما ناس حاولت إن هي تقرب من ربنا وتتدين ويبقوا متخيلين إن هما لازم يتشددوا في الدين، وفاكرين إن كل ما يتشدد أكتر يبقى فاكر نفسه إن هو كده إيه بقى متدين أكتر، والحقيقة إن العكس صحيح. ديننا عمره ما كان دين تشدد، طول عمر ديننا دين الوسطية السامحة، وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشاد دين أحد إلا غلبه. يسر طبعا الدين ووسطية الإسلام، ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء أزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ أحمد. ربنا يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. آمين يا رب، ربنا يسترك وترجعوني للمذاكرة مرة تانية ويرزقنا الستر والصحة والرزق الحلال، ويسترك يا شيخ أحمد يا رب، ويرزقك ويفتحها على الناس كلها يا رب، يرضي الناس كلها يا رب. طيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب شيخ أحمد ها نسيت الموضوع. نسيت الموضوع، لا انا مركزه في الدعاء. يعني الواحد والله يعني اصل الدعاء ده بيبقى جميل وبيبقى رزق، يعني الواحد بيبقى عايز يفضل يدعي كده، يعني احنا مالناش غير ربنا سبحان الله. فعلا كان سيدنا عمر بيقول انا لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء. ادعي بس، ادعي بس. يعني في واحد يقول لك انا مش عارف اقول لربنا ايه. يا عم ادعي، قول اي حاجه، قول. مش قادر، مش عارف، اقول اغفر لي، توب علي، يا رب انا بحبك، حبني زي ما بحب كده، يعني قول اي حاجه. بس المهم ايه، لازم ربنا يعني يلهمك الدعاء. فدع ربنا كتير ان ربنا يلهمك الدعاء، فادعي عشان ربنا يلهمك الدعاء. أيوة. اللهم الهمني الدعاء. امين يا رب. يا رب. طيب شيخ احمد، احنا بنتكلم النهارده على ان ديننا هو الدين الوسط، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما تخيرش ابدا بين امرين الا واختار الايسر اللي هو الاسهل. يعني السيده عائشه كانت تقول كده يعني. خلينا بس نقول الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا اللهم امين. انا بقول لكم ترجعتوني للمذاكره مره ثانيه. حلو. ان الواحد يقعد يذاكر ويفتح كده المراجع العظيمه جدا. كان سيدنا الامام الشاطبي وهو الإمام أحد الأئمة الأعلام رضي الله عنه، له كتاب اسمه الموافقات، بيقول كلام مهم جدا على إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع. يعني الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن الحرج مرفوع عن هذه الأمة. الأصل هو التيسير وليس التعسير، الأصل هو إن احنا نبشر وليس أننا ننفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فبقول الأدلة دي بلغت مبلغ القطع اللي هو يعني اللي مش مثلا واحد يظن فيها يمكن، لا ما فيهاش يمكن، دي ده الأدلة يعني متواترة. طيب فين مبثوثة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ يعني أنا لما أقرأ مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لما أقرأ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، آيات كتيرة جدا. لما أسمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويؤكد ما هو مؤكد عليه الصلاة والسلام، فيجيب إن حرف توكيد ونصب، إن الدين يسر، ما قالش الدين يسر وخلاص، لأ إن الدين يسر، ويجيب بالمصدر اللي هو يسر. طب ليه يا رسول الله؟ حتى يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مؤكد، أو حتى يرد على مزاعم اللي بيقول لك ده في تجديد في دين الله تبارك وتعالى. أبدا ما عندناش الكلام ده خالص، ده احنا عندنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا العلماء بدأوا يستنبطوا عدة قواعد عظيمة جدا، هنلاقي القواعد دي بينترج تحتها جزئيات كتيرة جدا في الفقه الإسلامي. يعني أنا مثلا لما الأمر يضيق علي أوي أوي أوي، يروح سيدنا الإمام الشافعي يقول لك أبشر إذا ضاق الأمر اتسع، كل ما يضيق ربنا بيوسعها لك. وعندي حاجة اسمها الضرورات تبيح المحظورات، وعندي حاجة اسمها المشقة تجلب التيسير. إزاي؟ لو إن إنسان في مثلا الصيام، الأصل إن الإنسان في رمضان يصوم، وهو ده الأصل. هو أنا ينفع أخذ بالرخصة؟ أيوة طبعا تاخد بالرخصة. تاخد بالرخصة إزاي؟ تاخد بالرخصة لو أنت مسافر. ممكن واحد يقول لك، بقول لك إيه بقى؟ أقول لك ما تشددش بالله عليك. يقول لك أصل كان زمان بيركبوا جمل، دلوقتي إحنا بنركب طيارة ساعتين اتنين بتبقى مش عارف فين.
ايوه، هو العله ايه؟ هي اسمها عله السفر، بس ماليش علاقه بالمساله دي، تمام؟ ايه الحكمه من كده؟ المشقه. فانا عندي فرق بين العله والحكمه. فواحد يقول انا بسافر، اه يجوز لك الرخصه، بس خلي بالك الصيام افضل. بس انا لو اخذت بالرخصه تنكر عليا؟ لا، انا ما انكرش عليك ابدا على الاطلاق. واحد مش قادر يقف وهو بيصلي، يعني جه يقرا الفاتحه فمش قادر، ينفع اقعد؟ اه طبعا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيجي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول يا جماعه يلي بتشددوا على الناس خلي بالكم، يسروا ولا تعسروا. يعني ايه يسروا ولا تعسروا يا رسول الله؟ من احيانا باجي 99.9% بيسر ويسر على الناس، بس الواحد من 10 سيبهولي بقى، دي واحد من 10 اخرج في الناس واغل اشفي غليلي كده في الناس. فيجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول يسروا، وبعدين يقول ولا تعسروا، حتى لو كان الواحد من 10 ده، حتى لو كان واحد في المليون، حتى لو كان واحد في المليار، ما ينفعش اللي انت تعسر على الناس. ويا اخي بشروا ولا تنفروا. بس مش معنى كده لان كتير من الناس فاهم اللي هو يسروا ولا تعسروا ان الاحكام يا جماعه اللي هو النواهي ما ينفعش اللي انا اقول عليها. يعني مثلا ايه؟ ما ينفعش اللي انت تزني. لا بقى، بقول لك ايه، يسر ولا تعسر بقى. لا، ما الا في الحرام طبعا. طبعا يا جماعه انا عندي الحجاب فرض، بقول لك ايه بقى، يسر ولا تعسر بقى. لا، ما هو في، انا عندي اوامر وعندي، بس لما اجي امرك بالراحه، أمرك وأحثك على رحمة الله تبارك وتعالى وعلى التوبة، وأقول لك خلي بالك إن رحمة ربنا قريبة جدا، بس قريبة من مين؟ قريبة من المحسنين. فكتير من الناس فاهم غلط، اللي هو أنا طول ما أنا بعمل المعصية واحد يقول لك إيه، فإن طالبني بأوامري أطالبه برحمتي وعفو. يا دي يا مؤمن، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ إيه يا أخي، ما فيش كده، عيب حتى أنت تتكلم كده، عيب. الله عز وجل يقول لك افعل ولا تفعل، غصب عني ما عملتش، وأنا معترف لله، مقصر ومعترف لله عز وجل بالتقصير. فده إن شاء الله ربنا يتوب عليك، إن شاء الله لما تدعو ربك سبحانه وتعالى تقول له يا رب اللهم اغفر لي، اغفر لي تقصيري يا رب. أصل إحنا كلنا على فكرة مقصرين، سواء أنا ولا حضرتك ولا السادة المشاهدين، كلنا مقصرين في طاعة الله تبارك وتعالى. ودايما المثل بتاعنا يقول لك يا أخي ده ما كامل إلا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كده، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فيجي بعض الناس يبدأ يشدد ما وسعه الله عز وجل أو يضيق واسعة، فنقول يا أخي أنت بتعمل ليه كده؟ ليه تنفر الناس من دين ربنا تبارك وتعالى؟ أو أحيانا بعض الناس ينفر، بمعنى إيه؟ بمعنى أنا واحد من ضمن الناس زمان، واحد كان بيكلمني في مسألة اللحية، فاللحية بقى فرضه وبتاعه مش عارف ايه، فخدت شوط مع الناس دي كتير جدا يعني. فواحد يقول لي اللحية واجبة، قلت له كويس حلو، انا معايا قا واجبة وحلقها حرام وزي الفل كمان، بس يا اخي انا بقول سنة وعندي ادلة في الكلام اللي انت ده، فايه دليلك؟ هو ما يعرفش، بس هو المهم ايه، يعسر عليك. المهم يقول طب انا عندي عذر، يقول لك لا مش عارف. واحد سمعت والله والله حكى الكلام ده، فيقول له يا مولانا انا راجل، معلش انا اسف يعني، انا راجل شغال ومهنتي ما ينفعش ان انا اربي فيها لحيتي. يقول له سيب المهنه بتاعتك وانت اثم. يا اخي مين قال لك الكلام ده؟ انت بتجيبوا الكلام ده منين يا جماعه؟ هذا امر بمعروف ونهي عن منكر. لا انت لا عارف شرائط الامر بالمعروف، ولا انت فاهم اصلا يعني ايه نهي عن منكر، وانت تنفر الناس. والله واحده بعتالي فبتقول لي والله العظيم من كتر شده بعض الدعاه اللي بيدعونا الى الله عز وجل، فبيعودونا بيدعونا الى الله بالتخويف بالترهيب. فبتقول والله العظيم الاعداد، انا وريتهم الرساله دي، فبتقول والله واحده مش من مصر خالص، بتقول والله لدرجه ان احنا تركنا الصلاه والصيام. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه سبت الصلاه والصيام؟ فقالت انا كده كده في التشدد بيجيب نتيجه عكسيه. فما هي قالت بقى بتقول لي ما انا قلت بقى انا كده كده في النار، اصلي ليه واصوم ليه؟ فبتقول فما بدانا نتابع الحمد لله الحلقات بتاعتكم وشفنا المرونه وشفنا قضيه التيسير بفضل الله، فالحمد لله بدأت أصلي تاني لله. ابدأوا من أول وجديد طبعا. عرفوني يعني معنى الرب، يعني الله، ويعني إيه إنه ربنا رحيم. تمام؟ أحلى مدخل للعبادة هو الحب. الحب طبعا، هو الحب طبعا. أنا لما بحب ربنا بشوف إيه اللي بيرضي ربنا سبحانه وتعالى وبعمله. طبعا هقول لحضرتك، امبارح جالي بعد ما خلصت الحلقة حد جالي اتصال من خارج مصر، من دولة عربية، فالسيدة المتصلة بتقول لي بتسأل في حاجة، بتقول لي أنا من كتر أنا للأسف زي بقية الناس بصلي على سطر وأسيب سطر، فروحت لبعض مشايخنا اللي عندنا هنا في البلد فكفروني، فقالوا لي أنت كافرة،
فهي عماله تبكي وبتقول لي انا كده في النار، طب انا اعمل ايه؟ قلت لها يا فندم طب انت بتتصلي بيا عشان ايه؟ فبتقول والله من كتر التيسير اللي انتوا بتيسروا بيه على الناس حسيت ان في ممكن يبقى لي مخرج. قلت لها لا ده انت ليكي مخرج. مين اللي قال؟ ده انت ترجعي وتصلي مره تانية. فقالت لي يعني انا مسلمه؟ قلت لها ايوه مسلمه طبعا. هو انت بتنكري فرضيه الصلاه؟ قالت لي لا بس والله ده الكسل، الدنيا لهيانه. لا ارجعي وخلي بالك كل السيئات اللي انت عملتيها قبل كده ربنا بيقلبها لك كمان حسنات. طبعا ده ربنا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فجماعه الناس محتاجه الكلمه الطيبه، الناس محتاجه اللي حد يطبطب عليها بس ياخدها لربنا بالراحه مش ياخدها لربنا بعنف، لان بتيجي بنتيجه عكسيه والله العظيم. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما كده وهم رايحين بلد غير البلد يقول تعالوا، ويحط سيدنا معاذ وابو موسى الاشعري الاثنين ايديهم في بعض يقول لهم تعالوا اقول لكم يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. طيب الكلام جميل ومعانا تليفون ناخد اول تليفون في حلقتنا النهارده. منى اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ اتفضلي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي يا فندم تحت امرك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا حضره الشيخ، انا والدتي متوفيه بس قبل ما تتوفى هي كانت بتاخد معاش والدها وانا كنت باخد معاش استثنائي اللي هو بتاع السداد ده، فاخويا امن عليا صاحبه عمل كنت شغاله معاه، وامن عليا صاحبه عمل عشان كان مطلق مراته مش عايز يدفع نفقه كتير وكده. فطبعا جيت انا والدي معاشه اتقطع اللي هو كان معاش الاستثنائي بتاع السداد، وجت والدتي كانت بتاخد معاش والدها. فطبعا جت والدتي من تعبها مرات اخويا دي، ومرات اخويا دي بقوا بيقعدوا يقرفوها، وكانت تقعد تشتكي لاخواتي واخواتي ما يسمعوهاش ولا يصدقوها. فامي جالها ايه؟ اكتئاب، وحصل لها جلطه رباعيه وكلام من ده. اول ما امي مرضت رموها لي وقالوا لي انت بتاخدي معاشها، واتخانقوا معايا لدرجه ان انا ما كنت استعين باي حد فيهم واقول له تعالى امك تعبانه، يقولوا لي روحي انت وديها احنا مالناش دعوه، هم متفقين مع بعض عشان هم شغالين مع بعض في شغلانه ايه واحده. المهم فضلت على كده، بقيت يعني مثلا استعين بالاسعاف كده تشيل معايا كده لحد ما والدتي ايه توفاها الله من 4 سنين. فطبعا بعد ما والدتي توفت انا ما حبيتش ان انا ايه اقطعهم، وقلت ايه ان انا كل يوم جمعه هعزمهم عندي في البيت. فطبعا عشان ما اقطعش صله الرحم بقيت اعزمهم كل يوم جمعه هو واخوه، وبقوا ييجوا. فجيت في رمضان بقول له وانت مش هتعزمني لاخويا الصغير؟ رد قال لي طالما ما بتكلميش مراتي ما تخشيش بيتي. الكلمه حرقتني رغم ان انا كنت عليه كل اسبوع انا اللي بعزمه. لا معلش الصوت راح. فبقيت ان انا بعد كده بقيت انا اقول له خلاص ماشي، ما خلاص بطلت حكايه ان انا ايه اقول له عزمني او كلام من ده او انتوا عزموني الاثنين مع بعض. فبدات انا اللي اعزمهم عادي، بس اخويا الصغير ده بقى كل ما يجي عندي نفسيتي شايله منه، ما كنتش حابه اتعامل معاه او اشوفه، وكنت دايما اقعد ادعي عليه هو ومراته. ليه انت معايا يا شيخ؟ هي معاك يا فندم. فدايما كنت اقعد ادعي عليه هو ومراته، دايما مراته تقول له اختك اختك اختك. امي الله يرحمها كنت انا مثلا عامله عمليتين قبل كده لان انا عندي مشاكل في الرحم وكده، عملت عمليتين، انا انسه على فكره مش متجوزه. فجيت بقول لاخويا الصغير انا رايحه اعمل عمليه وكده، فقال لي خلاص ماشي. قلت له هاخد مين معايا؟ قال لي روح لوحدك. قلت له ازاي؟ فقال لي اخ من ابويا بنته جت معايا وكده، وبعدين مراته الثانيه ايه جت. فطول ما جت معايا كل شويه هو انا اللي هشيلك لوحدي؟ اشمعنى الثانيه ما تجيشي؟ اشمعنى مش عارف ايه؟ المهم انا بقيت قلت لها بصي انا مش عايزه حد يحرق دمي، اتكلي على الله يا بنتي روحي بيتك، وانا ايه انا قاعده في البيت لوحدي اهو. وبقيت ايه اتعامل مع نفسي ايه في الفتره دي، لان طبعا انا لوحدي واخواتي الصبيان رامين توبتي خالص، هم عليهم يجوا يوم الجمعه بس. فانا جيت من قيمه فتره اخويا عمل عمليه الغضروف الصغير، فانا رحت له، فمراته بتقول لي هو انت جايه له وتقفي له في عمليته عشان يبقى يقف لك في عمليتك؟ فقلت لها انا مش عايزه حد يقف لي في عمليتي، انا ربنا معايا احسن من اي حد. المهم كنت انا كانت بتوقي وهي حامل، كانت بتاخد حقن عشان ايه الحمل يثبت وكده. فانا هو اما حصل مشكله بينها وبين جوزها فرنت عليا رغم ان قبلها كان دراعي مكسور وبترن تقول لي انت عامله ايه دلوقتي؟ دي مرات اخويا. فبقول لها يعني المفروض ان انتم يعني عارفين ان انا ماليش حد وانا لوحدي، تيجي حتى تشوفيني عايزه ايه؟ عشان انا عمتك الكبيره. تقول لي هي عمتك الكبيره ده كان زمان.
المهم الكلمه حرقتني برضك، وقعدت ان انا اجيب اكلي من بره واتعامل. طيب انا بصي يا منى، عشان انت بتحكي بالتفاصيل، يعني احنا كده فهمنا الصوره في العلاقه بينك وبين اخواتك العلاقه بيني وبين اخواتي ان انا مرات اخويا الصغير دي عندها قابليه ان هي تقلبه عليا 200 درجه. ايوه ماشي، انا بقالي شهر ونص دلوقتي، انا بقالي شهر ونص ما بدخلوش بيتي، ونفسي قافله منه، وبدا عليه ليل ونهار لدرجه ان انا ما بنامش، حاسه ان انا جالي اكتئاب وكره الناس كلها، وما بتعاملش مع حد بالكلام، حتى اقرب الناس ليا ما عادش بتعامل معاهم، مش عايزه اتكلم مع حد، اقعد اقول ليه بيتعاملوا معايا كده، انا مش وحشه معاهم، فمش عارفه بقى اوصل لحل، انا عايزه اقطعهم بس خايفه من ربنا، هم ما حاولوش يتصلوا عليا ولا يسالوا عليا ولا يدوروا عليا حد، رغم ان انا ليا عمليه المفروض اعملها، عماله اقول مين اللي هيقف جنبي فيها، اذا ما كانش اخواتي الصبيان هم اللي مانعين مراتهم. فلقيت مراته بترن عليا، كان حصل مشكله بينها وبين جوزها، فبقول لها طب انا هاجي لك انت فين وانا اجي لك، تقول لي لا عياله عنده مش عياله عنده. قلت لها انت ليه ما بتتعامليش معايا الا لما بتكوني في مشاكل بينك وبين جوز؟ تقول لي والله هو اللي قاطعني عنك، انا مش عارفه ارضيك ازاي. يقول لي مالكيش بدعوه باختي، خليكي مع اختي على الحياد، تلبس طقم جديد تجي لي بيه، تقول لي ده مش بتاعي ده بتاع اختي. بقول لها انا بسالك، تقول لي لا اخوك اللي بيقول لي، اخوك أيوة اللي بيقول لي أيوة. ما تقوليلهاش ان انا بجيب لك حاجه. ماشي، إن يعني انت دلوقتي سؤالك ايه يا منى؟ سؤالي ان انا ليه اخويا مكره مراته او هي مكرهه فيا، وان هو اي حاجه جديده يجيبها ليه بيقول لها ما تقوليش لاختي ان انا اللي جايبها لك، رغم ان انا عمري ما سمعت فيه، عمري اني ما طلبت منه حاجه. تمام، ليه اخويا اللي بيعمل كده فيا، اخويا اللي بيشوه صورتي. ماشي، دي نفسيتي مأثره قوي عليا، ان اخويا اللي اتربيت معاه وكلت معاه عيش ومال بيخبي عليا خير، ويقول لمراته ما تقوليش لاختي ان انا اللي بجيب لك. ما تزعليش يا حبيبتي، ما تزعليش يا منى. الشيخ احمد هيكلمك وهيوجه لهم كمان كلمه، يعني لان دي صله الرحم. يعني هو بس مش مساله صله رحم بقى، ده كمان ده عصبه، وهو واجب عليه اصلا على اخواتها او على هذا الرجل، يعني لو كان راجل، يعني اخواتها الصبيان واجب عليهم لو هم رجاله، يعني لو الكلام ده صدق، لو هم رجاله فعلا. ما احنا اصلا عندي ذكور وعندي رجال، فالله عز وجل لما تكلم في الاحزاب قال من المؤمنين رجال، يعني صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فلو ده راجل لا، ده يحمي اخته، لان يجب عليه ان ينفق عليه. امال هو بياخد بقى للذكر مثل حظ الانثيين في الحته دي ليه؟ امال هو بس شاطر بس لما يجي يقول حقي وحقك ويسيب البنت كده؟ ومين اللي هيحميها؟ ومين اللي هيقف في ظهرها؟ ومين اللي هيساعدها في مساله لما تيجي تتزوج، ولا لما تيجي تتعب، ولا الى اخره. فاحنا دايما نقول كده، الحنيه لا تشترى، يعني هي في النهايه الحنيه لا تشترى. عارفه الانسان لما بيصل لحال اللي هو فقست قلوبهم، يعني يا نهار ابيض، القلوب بتبقى قاسيه للدرجه دي. ده بتبقى قاسيه كمان، يمكن اشد من الحجاره. حتى القران لما قال لا خلي بالك، ده الحجاره دي ممكن يتفجر منها، يعني بيجي منها فايده. واحيانا في بعض القلوب ما بيجيش منها فايده للاسف الشديد. فبيبقى ناس كده ربنا مسلط انفسها على انفسهم، يعني يبقى حاجه كده صعبه جدا يعني. لكن احنا نذكره ونقول له، من اراد ان يبسط له في رزقه، ربنا يبارك له في الرزق بتاعه، او ينسى له في اثره، فليصل ايه؟ فليصل رحمه. طب لا، مش هصل رحم يا عم الشيخ، وبعدين اخبط راسك انت وهي في الف في اجدى حيطه يعني. طب يا عم انا مش هخبط راسي ولا حاجه، لكن قال الله رب العالمين، وهذكر تاني بالايه دي، يا جماعه فهل عسيتم، سوره محمد، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ براحتك يا سيدي، اولئك الذين لعنهم الله. عارف يعني ايه اللعن يا حبيبي؟ اللعن معناه الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. اللهم عافينا يا رب. احنا بس برضو كمان احنا عاوزين نقول لها، نوجه لها ان هي لا تقطع، ان هي تحاول وبالراحة، وبدل ما تدعي عليهم ما تروح تدعي لهم. يعني بدل ما تقولي روحي ربنا ياخدك، قولي ربنا يحنن قلبك عليا، ربنا يهديك يا مرات اخويا، ربنا يكرمكم، ربنا يستركم، عشان الملك يقولك ولك بمثل. يبقى انت بتدعي له بظهر الغيب، والملك كمان يقولك ايه؟ ولك بمثل. ويعني في نقطة، يعني عموما مش بس في القصة دي، انه دايما الكلام الكتير والحكايات الكتير والقصص وقال وقالت اقول لك حاجة، احنا انا مش عاوز اقولها بس احنا بنقول عليها كده، رطرات النساء بتجيب المشاكل. بتجيب المشاكل، واخد بال حضرتك؟ الكلام فبتجيب المشاكل، فاحنا لا ما نسمع. شوفي سبحان الله، لا نتكلم ولا انا دايما نسمع. اذكر موقف ستنا زينب رضي الله عنها، لما حصل الموقف مع امنا عائشه رضي الله عنها، قيل فيها ما قيل وبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في قران يتلى 11 ايه تتلى الى يوم الدين. فالنبي بيسال زوجاته بقى، انت عارفه بقى الضرائر يعني، ومفيش حد هيتكلم اكتر من الضرائر يعني. فقال لزينب، ما تقولين في عائشه؟ قالت يا رسول الله، احمي سمعي وبصري، ما علمت على اهلك الا خير.
هي دي الكلمة وانتهت. فليه الرطرطة بقى؟ ليه اللي هو الرغي كتير في المسألة دي؟ وبعدين هي ما تقعدش تسمع ليه؟ هي عليها علاقة بأخوها، هي اللي تحاول تتألفه كده وتجيبه وتقول له ده أنا أختك، وتترمي في حضنه لأن ده أخوها. أنت اللي مكان بابا، أنت اللي مكان أبويا، أنت اللي مكان أمي الآن دلوقتي، أروح لمين؟ فتحنن. وربنا يا رب نسأل الله عز وجل أنه يرزقهم الهداية وينزل على قلوبهم خلينا نقول الحنية يعني والسكينة يا رب العالمين. آمين يا رب، ربنا يهدي كده يا رب. أشكرك جدا يا شيخ. خلصت الفقرة؟ والله الموضوع لسه ما خلصش يعني، فاتح وبتاع وحاجة. معلش معلش، المذاكرة مش هتضيع أبدا. لا والله أنا أسعد والله العظيم لما نيجي نتكلم في بعض القواعد الشريعة الإسلامية اللي هي تدعو الناس إلى التسامح وإلى التمسك طبعا، وإلى تيسير اليسر والتيسير طبعا. فنسأل الله عز وجل يعني أن يجعلنا، أن يستخدمنا وأن يستعملنا في طاعته، وأن لا يستبدلنا يا رب العالمين. آمين يا رب، ربنا يكرمك. شكرا يا شيخ. ربنا يخليك، رب يحفظك. ومشاهدينا أشوفكم بعد الفاصل.